طاقات بلا حدود، نحن نستثمرك مع أمين العبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وشفيعنا يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مساكم الله بالخير أحبتنا وأصدقائنا في كل مكان، مع حلقة جديدة من طاقات بلا حدود اللي بيطلع عليكم يوميا من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وعلى مدار ساعة كاملة من الساعة 12 للساعة 1 ظهرا، بمواضيع الجديدة والمتجددة، وأيضا بضيوفها اللي بيطلون عليكم شبه يوميا. ولنتمنى بمشيئة الله تعالى أن كل مواضيع طاقات بلا حدود تنال أو تحوز على إعجابكم وعلى أيضا رضاكم. أتمنى من الجميع أن يتشارك معنا في حلقتنا اليوم، خاصة أن اليوم موضوعنا من المواضيع المهمة اللي بتهم الجميع على حد سواء. اليوم أصدقائنا وأحبتنا رح نتكلم عن أكثر الأخطاء الشائعة في إعداد السير أو في صياغة السير الذاتية. للي حابين يتشاركوا معي في موضوع اليوم وبعارف شلون تصيغ سيرتك الذاتية، أو إذا كنت شاك في سيرتك الذاتية، كل اللي عليكم بس أنكم تتواصلوا معنا اليوم على أرقامنا المعتادة اللي دائما إحنا بنقولها لكم. للي حابين طبعا يتشاركوا معي عبر الاسمس مشتركي الاستيسي، أنا بانتظاركم على 84770، وبالنسبة لمشتركي موبايلي على 640660-7462-62. أما اللي حابين يتواصلوا معنا بشكل مباشر، كل اللي عليك أنك تتصلون علينا على 012-61-61-100، وأيضا لا تنسوا أنكم تتشاركوا معنا على صفحتنا بالفيسبوك وأيضا بتويتر على @@ألف ألف أم وآت الضيفي حمد J7، وأيضا على @أمينة العبدالله A3M4E. بالنسبة لموضوع اليوم، أكثر الأخطاء الشائعة اللي بنقع فيها في إعداد السير الذاتية، وصدقوني رح تلاقوا نفسكم فعلا أخطاء كثيرة إحنا بنطيح فيها في السير الذاتية رح نعرفها اليوم. حول هذا الموضوع رح يكون ضيفي معنا اليوم بالاستديو الأستاذ حمد بن سليمان الجبرين، نائب المدير الموارد البشرية شركة نيلسون بالمنطقة الشرقية. حياك الله أستاذ مكتب الشرق الأوسط للدراسات الاجتماعية. حياك الله أستاذ حمد، ومعنا بطاقات بلا حدود. الله يحييك، أهلا والله فيك. السير الذاتية، يعني أول ما نقول سير هذا أول شيء نسوي، يمكن إحنا كنا قبل بنسوي أول ما نخلص من الجامعة، الحين بنلاحظ كثير من الشباب كثير من البنات بيعدونا حتى أهم بالثانوي أي حاجة بيحطونها في السير الذاتية. أنت يعني كشخص متخصص في الموارد البشرية بيجيك أعداد مهولة وأعداد كبيرة من المتقدمين على الوظائف، شين أكثر شيء بيطيحون فيها الشباب والبنات بأخطاء في السير الذاتية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر لكم البرنامج، صراحة البرامج المفرحة اللي الواحد يتحمس إنه يسمعها، على أساس إنه خصوصا في الأوقات هذه اللي الوقت اللي يبحث الطالب عن وظيفة. بالنسبة للأخطاء الوظيفية، الأخطاء في السيرة الذاتية، في أخطاء كثيرة تقع من قبل متقدمين الوظائف. أقدر أبدأ فيها مثلا أول خطأ، هذا أكثر خطأ شائع اللي أنا أواجهه على الأقل، الإيميل، البريد الإلكتروني اللي يحطه الشخص على في السيرة الذاتية عادة ما يكون بطريقة احترافية. له طريقة معينة نكتب في الإيميل؟ ما هو طريقة معينة، لكن يعني عادة إحنا نكتب البريد الإلكتروني نقطتين ونحط الإيميل. لا ما هو الطريقة هذه، لكن نفس الإيميل نفسه. يعني كلنا كنا شباب وكلنا كنا يعني أو مراهقين في فترة من الزمن، وحطينا الله يهداك استاذ حمد، وحطينا يعني إيميلات شوي ما هي احترافية من ناحية المسميات، من ناحية الاسم اللي يطلع إذا استقبل الشخص إيميله. يعني ما تتصورين مش الأشياء اللي أنا شفتها من ناحية المسميات. يعني فهمت قصدك، يعني تقصد أنه بيحطوا النكات، الصمت الجريح، ومن عذبة الروح، الأشياء هذه. بالضبط. أوكي. هذه أحد الأخطاء اللي أنا فعلا يعني وتحزن الواحد إذا شافه. يعني أنت بتقدم على وظيفة وأنت اللي كاتب السيرة الذاتية، صعب أنك تحط الإيميل الشخصي أو الإيميل الإلكتروني أو البريد الإلكتروني هذا، لأنه
يعبر عن عدم احترافية. ما تطلعون السيرة الذاتية لزي هالشغلات ولا؟ إذا كان عندي عدد كبير من السيرة الذاتية ممكن إني أأجله إلى بعدين. يعني ممكن يخسر فرصة وظيفية، مو إنه يخسرها نهائي، لكن ممكن تعيقه في عملية الحصول على وظيفة. يعني يا جماعة الخير يا بنات ويا شباب اللي حاطين بيسوون سيرة ذاتية، بليز شيلوا الأشياء هذه اللي فيها نكاتني، ما تحطوا أسماءكم الرئيسية. إعادة الاسم الأول أو الاسم الأول مع العائلة، أو يعني أحرف فقط، يعني تكون بطريقة احترافية على الأقل. يعني حتى إذا جيت أنا أقدم، لأن السيرة الذاتية ما راح توقف عندي أنا، السيرة الذاتية راح تمر علي أنا. إذا كان عندي أنا، على حسب طبعا حرمية الشركة، تمر ممكن على مدير التوظيف، مدير الموارد البشرية، على حسب حرمية برضو الشركة، مديرك المباشر اللي طالب الشخص. صحيح. هذا مدير القسم، وممكن رئيس الشركة. على حسب بعض الوظائف، خصوصا مثلا إذا صارت في المواقع حساسة ممكن مدير الشركة يرغب أنه يطلع عليها. فهذه تعكس صورة غير إيجابية من الشخص أنه حط إيميل زي هذا. طيب وش بعد في شغلات بيطحون فيها؟ حجم الخط يفرق حجم الخط؟ يعني مو يفرق، لكن إذا جاني مثلا، إذا جت سيرة ذاتية بحجم خط كبير تبين عدم احترافية. يعني حجم خط بروفيشنال احترافي يكون أفضل. يعني مثلا يستخدمون مثلا، يعني يكون الخط حجم الخط 14 مثلا او 13 تقريبا، من 12 الى 15 مقبول. يعني هذا مقبول رقم الخط. حلو. نوعيه الخط، في ناس يحطون، في اشخاص يحطون زخارف كثيره. يعني اوكي انا ما عندي مشكله انه يحط حاجه واحده في المقدمة، العنوان الرئيسي. يعني هذه ممكن انها تلفت الانتباه بطريقه غير مؤلمة للعيون. أما في ناس يحطون لك إياها كل الاسم، كل مع كل تعريف، كل تعريف أو كل عنوان يحطه بشكل كبير وبشكل مزخرف وبشكل تجيب، تسبب الشخص اللي يقرأ السي في، اللي يقرأ السيرة الذاتية، تسبب له يعني تشويش شوي. حلو. طيب يعني الشخص مثلا يطلع على 10,000 سي في، 10,000 سيرة ذاتية في اليوم، إذا جت السيرة الذاتية زي كذا من بدايتها ممكن يحطها على جنب، لأنه راح تشغله. طيب وشنو بعد في غير الخط وغير النوعية والرقم؟ في موضوع في الحقيقة الناس كثير يعني سبق وسألتني عنه، ويعتبر حساس خصوصا في مجتمعنا، اللي هو سواء للشباب ولا للبنات، سواء هي الصورة. الصورة. الصورة تعتمد طبعا، ممكن انها تساعد وممكن انها تعيق، يعني لها سلاح ذو حدين تعتبر. بالضبط. اي نعم. لكن انا بالنسبة لي شخصيا افضل انه، انا افضل السيره الذاتيه اللي فيها صور على اساس اني اربطها بسرعه مع الشخص. لكن في ناس في الموارد البشريه يعني ينصحون المتقدمين انه ما يحط الصوره، وهذا للمتقدم افضل له، تعطيه فرصه، ممكن تعطيه فرصه اكبر انه يكون انه على الاقل يجي للمقابله الشخصيه. بس انا بتفق يعني في نقطه انه ممكن ما تعطي فرصه، لأن في يعني تحس ممكن يقولك أنا عندي فراسة، أعرف مجرد ما أشوف الصورة الشخص هذا إذا كان فعلا من وجهه يبان إن الشخص يشتغل أو إن الشخص ما يشتغل. هذا بيصير فيه هضم كثير بحس، يمكن. نعم ممكن. يعني حتى في الناس الحين ما شاء الله أستاذ حمد يتفننون بالفوتوشوب والشغلات هذه. يعني بشوفه قدامي بشكل مباشر أفضل. أنا بشوف هو أفضل شيء إنه يعني على أساس إنه تساعد الطرفين في النقطة هذه. انه تحط الصورة، تخلي الصورة اذا جيت للمقابلة الشخصية، اذا تواصلوا معك تجيب معك صورة شخصية كذا، يربط المسؤول التوظيف او اللي هو تبع الموارد البشرية اسمك بالصورة هذه. يعني تكون موجودة في استمارة التوظيف، وفي نفس الوقت انت ما عقت على نفسك، وفي نفس الوقت يعني تكون في الوسط في الموضوع هذا، وخير الامور الوسط. وبالذات البنات الميك اب والبيك، خلينا نذكرهم نقول شوي يخفون اذا حطوا صورهم الذاتيه، ممكن يعطي انعكاس سلبي طبيعي. بشكل عام يعني خليها كانها صوره جواز، يعني اعتبرها انها شيء، خليها اقرب مالها لصوره جواز لكن باحترافيه اكثر، فيها شوي زياده يعني. جواز مو الهوية، الهوية الشخصية هذه عشان كذا حددت حلو. طيب بالنسبة للحالة الاجتماعية أستاذ حمد، بتفضل أنك تبون الحالة الاجتماعية؟ لأن أنت مثل ما قلت في الصورة ممكن ينهضم كشكل، أو ممكن شخص عنده خلينا نقول
تحديد للون بشرة أو ما إلى آخره، أو الشغلات أو مواصفات معينة. الحالة الاجتماعية بتشوف أنها بتعيق الشخص، مثلا بيقرأ بالذات، خليني أركز شوي على البنات، يعني مثلا بيقول متزوجة عندها أطفال، يا هذه بتقعد كل يوم تأخذ إجازة عشان عيالها أو عشان زوجها، أو تجيني مشاكل، بتعيق الحالة الاجتماعية. تفضل نكتبها ولا ما نكتبها في المرحلة المبدئية، في المرحلة البدائية خصوصا، يعني في في السيرة الذاتية ما هو مكانها، أو ما هو يعني ما نكتبها، ما هو أفضل أنك تحطها في البداية، يعني خليها، لأنه هو كذا كذا راح يسأل السؤال هذا في المقابلة الشخصية. أها، يعني مو شرط نكتبها، لا يعني مو شرط تكتبونها، سمعوا يعني مو شرط أنا رزك ما هذا حطيتها، لكن مو شرط، يعني هي الفكرة أنه مو، ما في قانون يعني عندنا محدد على الموضوع هذا. أها، يعني ما بيلفت نظركم، يعني ما تعتبرونه شيء رئيسي، يعني مثلا الأهم عندكم الخبرات والشهادات أهم من الحالة الاجتماعية؟ طبعا المواضيع هذه من اللي ينتبه لها أكثر شيء، احنا كموارد بشرية احنا آخر شيء ننظر لها شيء، يعني انه ما هو من الأساسيات اللي مرة عندنا في التوب، انه هل هي متزوجة ولا غير متزوجة. عادة يكون الرئيس المباشر أو المدير المباشر في القسم نفسه هو اللي يحب يعرف المعلومة هذه، على أساس انه هو اللي راح يتعامل بشكل يومي مع الشخص. حلو، طب جميل. خلينا بعد من النقطة بأركز شوي عليها، بعد المعدل المتخرجين بتفرق إني أكتب معدلي؟ مثلا أنا دفورة شاطرة بصراحة، بستعرض معدلي وأحط لك، أقول يمكن هذا يعطيني تشانس أكبر إني أخذ الوظيفة. طبعا إذا كان معدل عالي، إذا كان معدل كويس، إذا كان الشخص درجته كويسة، بالعكس يفضل إنك تحطه، لكن مو معناته إنه إذا ما حطيته إنه ما راح ينظر للسيرة الذاتية، يعني إذا كان معدل، بس الفكرة أنه ما تحطه إذا كان ضعيف، أفضل أنك ما تحطه، على أساس أنه ممكن أنه الشخص إذا شاف معدل ضعيف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ما يرتاح للشخص. إذا كانت درجتك كويسة بالعكس، يعني اعرضها، استعرضها قدام الناس، أما إذا كانت الدرجة ضعيفة خليها في المقابلة يسهل الله فيها. أنا بحس يعني يمكن الحياة الدراسية بتفرق عن الحياة العملية، يعني ممكن تلاقي ناس دوافير شطار لكن بيجونك في الحياة العملية بيفرقون، ممكن تلاقي واحد مو بشاطر بس في الحياة العملية بتلاقيه ممتاز، يعني أفضل يمكن من الدفور بشكل كبير. النقطة هذه يعني سبق وقابلنا فيها ناس، أشخاص كثير إذا كان ذكي الكتب مو شرط أنه يعرف مثلا في التعاملات مع الأشخاص، في التعاملات صحيح، لأن الإداري، القسم الإداري أو الأقسام الإدارية بتحديدا يعني يواجهون المشكلة هذه، أنه يكون جيد على الكتب وجيد يعني في المذاكرة وهذا، وأفضل له يعني يكمل في المجال البحثي أو في مثلا درجات الماجستير والدكتوراه، أفضل له من أنه يدخل في مجال راح يكون متعب عليه، وراح وخصوصا هو متعود في المراحل الدراسية أنه يدر أنه على الكتب، على الدراسة، ومتعود على أشياء كويسة يعني أشياء إيجابية كلها كان هو الأفضل، وفجأة صار هو يعني مش الأفضل بينهم. نعم، أنا أستأذنك أستاذ حمد وأيضا مستمعين الكرام، رح نطلع فاصل مستمعين الكرام، لكن رح نرجع نواصل معاكم مع طاقات بلا حدود والأخطاء الشائعة اللي بنقع إحنا فيها بصياغة السير الذاتية. فاصل ورح نرجع نواصل، فأبقوا معنا. طاقات بلا حدود، نحن نستثمرك، مع أمينة العبد الله. أذكركم مستمعين الكرام إن موضوعنا اليوم عن الأخطاء الشائعة اللي إحنا بنضيح فيها أو بنقع فيها في إعداد سيرنا أو صياغة سيرنا الذاتية. إذا كنت ما تعرف شلون تصيغ سيرتك الذاتية، أو إذا عندك أي سؤال أو استفسار حاب تطرح على ضيفنا اليوم الأستاذ حمد بن سليمان الجبرين، نائب مدير الموارد البشرية بشركة نيلسون، كل اللي عليك بس انك تتشارك معنا بحلقة اليوم. اذا كنت حاب تحط سؤالك او استفسارك عبر الاسمس، يلا ابدوا من الان شاركونا، حطوا اسئلتكم عشان تسنى لنا ان اولي اني اقراها على الاستاذ حمد. للمشاركة عبر الاسمس مشتركي الاستيسي على 8477 00، موبايل على 640660، وزين 7462062. وبالنسبة للي حابين تشاركوا معنا بشكل مباشر، كل اللي عليكم انكم تتصلون على الرقم المجاني 012-61-61-100. أيضا لا تنسون صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @@ألف ألف أم، وأيضا @حمد_J87، وأيضا @من_العبدالله_A3M4E. أكيد كل الشكر، رح أقول كل أسماء اللي قاعدين يرتوتون حلقة اليوم، شكرا لكم من كل قلبي، رح أقرأ تويتاتكم، وأيضا رح أشكركم مثل كل مرة شخص شخص، لكن نبي ما شاء الله أقرأ تويت لحلقة اليوم. أستاذ حمد، إحنا تكلمنا عن بعض الأخطاء اللي بنطيح فيها في صياغة السير الذاتية، قلنا مثل الحالة الاجتماعية، الصور، المعدل.
حابة بس أسأل سؤال، بتفرق السيرة الذاتية للشخص اللي يكون موظف وطلع من وظيفته وراح يقدم على وظيفة ثانية عن الشخص اللي يكون تو خريج من الجامعة مثلا؟ في فرق في إعداد السير؟ طبعا، وفي فرق على فكرة، يعني إذا كان مثلا الشخص هذا الخبرة اللي عنده خبرة، إذا كان جالس مثلا طول خبرته أو طول حياته المهنية في شركة واحدة أو متنقل بين شركات مختلفة، بتفرق بعد هذه، بتفرق في الشكل، بتفرق في طريقة، يعني في أكثر من طريقة ممكن الشخص أنه يتعامل معها في طرح السيرة الذاتية. طيب هذه قلت بتفرق. طيب شيني، أكيد في نقاط أستاذ حمد بتشد صاحب المنشأة أو بتشد مدير الموارد البشرية لما يستعرض السير، يعني إحنا تحت الهواء أنت قلت أنا لما أجي أستعرض أمينة السير الذاتية بفنطها، تقول في الأول أنت بتفنطها صح؟ بتفنطونها طبعا، بتقسمونها القسمين؟ مو شرط على القسمين طبعا، يعتمد على من وين جاية السيرة الذاتية. مثلا على سبيل المثال، شو يعني يعتمد على من وين جاية؟ لأنه على سبيل المثال إذا جاتنا نسبة أو مجموعة كبيرة من السيرة الذاتية، من وين تجينا بالعادة؟ عادة تجي من أيام المهنة، أيام المهنة الوظيفية اللي احنا نشارك فيها، سواء من قبل الجامعات ولا من قبل المعارض اللي تدعمها الدولة. لكن إذا رجعنا احنا من الأيام المهنة هذه، ممكن تقريبا نقعد عليها أسبوع، نعطيها وقت مثلا ساعتين أو ثلاث ساعات في اليوم، يكون عندنا مجموعة كبيرة. في هالحالة هذه نبدأ نبندها، أول شيء الشخص الخبرة أو بدون خبرة، بدون ما ننظر أي شيء ثاني. طيب بعدين إذا خلصنا فرزها بالطريقة هذه، ننظر الأشخاص الخبرة واللي غير خبرة، نقسمهم على حسب الأقسام وكيف ممكن أنهم يكونون يفيدون الشركة عندنا حنا، على حسب أقسام الشركة، يعني مو على حسب أقسام الشخص نفسه. حلو. فبعد ما نقسمها على حسب الأقسام هذه، ندرجها، نخليها محفوظة عندنا. يجي مدير القسم يطلب من عندنا سيرة ذاتية، أو يطلب من عندنا وظيفة إذا كانت مناسبة، هو حصل عليها الموافقات الأساسية، ننتقل عاد على عملية الفرز. نفرز السيرة الذاتية. طبعا بحكم أنه مثلا عندي أنا 10 أيام مهنة أو 5 أيام، خلينا نقول أن 3 أيام مهنة سابقة أو 4 أيام مهنة سابقة، فكمية السيرة الذاتية اللي راح تكون موجودة عندي، هذا طبعا اللي تكون موجودة في كهارد كوبي اللي هو كورق، اللي جاينا كورق، هذا غير السيرة الذاتية اللي جايتنا على الإيميل. الإيميل بالضبط. وهذا غير السيرة ورقة يعني كثير. وهذا غير السيرة الذاتية اللي تكون موجودة على موقع الشركة، إذا كان موقع الشركة يدعم التقديم عن طريق أونلاين. فأول شيء إحنا نفرز طبعا كتفضيل، وعادة في أغلب الشركات يتبعون الطريقة هذه، أول شيء يفرزون عن طريق موقعهم الشخصي، موقع الشركة. حلو. إذا لقوا الشخص المناسب توكلوا، إلا إذا كانوا توهم راجعين من يوم مهنة، فيفرزون حقين يوم المهنة أول. أوكي. يعني على أساس يكون فرصة للجميع. نعم. لكن بالعادة هم يركزون على موقع الشركة. على الموقع. طب بس أكيد في نقاط بتشدك أو مجرد ما تشوف تقول أبغى هذا مثلا، غير، خلينا زي ما نقول غير الصور مثلا. الخبرة نفسها. الخبرة أهم إذا شيء. إذا كان طبعا من الأشياء اللي تشدنا الآن اللغة، خبرته في اللغة الإنجليزية. طبعا هذه أشياء ما نقدر نلاحظها في السيرة الذاتية. يعني سابق أنا وجلست مع أشخاص سويت لهم مقابلات، كانت السيرة الذاتية فعلا لو أن الشخص اللي مذكور عندي في السيرة الذاتية هو اللي قدامي، كان أنا بوظفه في on the spot يعني، وهو جالس. لكن جاء الرجال شخص مختلف تماما. يعني المصداقية، أجل هذا نحطها واحد، يمكن هذا ما قلناها إحنا في البداية، المصداقية في إعداد السير الذاتية. بس هم بيضطروني، يعني أكيد أنا بكتبها لك بطريقة بروفيشنال، لأنك بتطلبون أنها تنكتب أساسا بطريقة جدا بروفيشنال. طبعا، لكن حتى لو كان واحد ما يتكلم إنجليزي راح يكتبها بالطريقة هذه أستاذ حمد. لكن في فرق إنه مثلا يكتب لي إنه هو شخص جيد جدا أو ممتاز في اللغة الإنجليزية. ما يكتب ممتاز. إيه، بعدين يجيني في المقابلة الشخصية و تكتشف، يعني تكون صعبة شوي. طيب عندنا أقل من دقيقة. طب هو اللغة الإنجليزية والخبرة حضرتك قلت، المهارات في الكمبيوتر والأشياء والتعامل بتشدكم، هذه مهمة في السيرة الذاتية يحطونها؟ هي مهمة، لكن كسيرة ذاتية يعني ما يكون عليها تفصيل ودخول عميق في الموضوع هذا، لأنه الآن نقدر نقول أنه كل الشباب 80 إلى 90% من الشباب عندهم القدرة على أنهم يستخدمون برامج اللي هو المايكروسوفت وورد والإكسل والباوربوينت اللي هي الأساسية للشركات. أي لأن الحين الشباب والبنات يعني يمكن عقب ما يخلصون الثانوي، أو بالذات حقين الثانوي، أول خطوة يسوونها أنهم بياخذون دورات كمبيوتر معروفة، يعني بدفع 3000 5000 عشان أخذ دورات كمبيوتر.
يعني هذه ما تعتبر مره مهمه بالمقام الاول زي الانجليزي، اللغه الانجليزيه اهم. اللغه الانجليزيه طبعا اهم، لكن بالنسبه للدورات الكمبيوتر انا افضل انها بدل ما تكون دوره كمبيوتر عامه يعتمد على تخصص الشخص، خصوصا اذا كان مثلا على سبيل المثال في المحاسبه او في الاداره الماليه، انه يحددها مثلا على برنامج واحد بدل انه مثلا مايكروسوفت اوفيس كامل. حلو. يحدد على المايكروسوفت اكسل لانه هو المجال، هو البرنامج اللي راح يكون غالبا يشتغل عليه. نعم، احنا قبل رح ان شاء الله نستكمل مع حضرتك استاذ حمد عقب صلاه الظهر، لكن خليني اشكر على السريع اللي قاعدين يرتوتون لحلقه اليوم: راشد رضوان، مشاكس، وعصام، وحسين الطويل، والبندري الحربي، ندى احمد، ذس از واحد هذلي الكينج، وايضا مصعب الوفي، جود قمر، امون الصقري، فايزه خوخه، يا هلا بك يا امون السميه. ايضا حضرتك ما شاء الله مرتبت معايا، حتى انا هم بعد مرتبت اشكر نفسي واشكرك. نواعم ومحمد الزيت، شكرا لكل طبعا من الاعماق الكل اللي قاعدين يدعمون حلقه اليوم منطقات بلا حدود اللي اليوم بنتكلم فيها عن اخطاء شائعه بنقع فيها في اعداد السير الذاتيه. الان راح نطلع فاصل لاذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه مكه المكرمه. طاقات بلا حدود، نحن نستثمرك مع امينه العبد الله. مساكم الله بالخير وعساكم على القوة، أرحب بك أصدقائنا وحبتنا في كل مكان مع طاقات بلا حدود. أذكركم أن موضوعنا اليوم كان عن أكثر الأخطاء الشائعة اللي بيقع فيها الشباب والصبايا في إعداد أو في صياغة سيرهم الذاتية. كثير أخطاء للأسف إحنا بنقع فيها ما يعني بنتجاهلها لأن ما عندنا خبرة في كيفية إعداد السير الذاتية، لكن الحين أتوقع اليوتيوب أماكن كثير بتوريكم شلون ممكن ان احنا نصيغ سيارتنا الذاتيه بطريقه صحيحه وبطريقه ايضا سليمه. كل اللي حابين تشاركوا معي في موضوع اليوم رح نبدا نستقبل اتصالاتكم الهاتفيه، وايضا رح نستقبل مشاركاتكم او اسئلتكم عبر الاس ام اس. اللي حابين يطرحون اي سؤال او اي استفسار على ضيفنا اليوم الاستاذ حمد بن سليمان الجبرين، نائب المدير الموارد البشريه بشركه نيلسون، كل اللي عليكم بس انكم تتشاركوا معي على ارقامنا المعتاده اللي دائما بنقولها لكم. للمشاركة معنا عبر الاس ام اس مشتركي الاس تي سي على 84770، موبايلي على 640660، زين 7462622. واللي حابين يتواصلوا معنا بشكل مباشر كل اللي عليكم انكم تتصلون على خطنا المباشر والمجاني 012-61-61-100، ايضا صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @LFLFFM وات حمد J87 وايضا @امين العبد الله. أستاذ حمد يسعد لي مساك مرة ثانية. قبل ما نبدأ رحنا المشاركات الهاتفية أو عبر الاسمس، جودي قمر بتويتر بتقول يعني نكتب الاسم الأساسي في الإيميل؟ ممكن الاسم الأساسي اللي هو الاسم الأول أو الاسم الأول واسم العائلة، أو نستخدم اللي هو الأحرف الأولى من الاسم. يعني ما هو شيء محدد، لكن الواحد يبعد عن الأشياء اللي كنا نستخدمها. زي اللي قلت قبل شوي سوبر هاكر قلت لنا ولا أنا وفدوة هذا قلتنا ما نسيت بحياتي، هذا من الأشخاص اللي موجودين في ذاكرتي يعني ما أنسى الأسماء. طيب خلينا نروح مين سليم أف بيقول من أفضل الأشخاص اللي أنا عملت معهم في حياتي المهنية، اسألوا حمد عن قصة 10/10 شنو؟ والله وشي الأستاذ سالم الفرج أمسي عليه بالخير، هذا من الأشخاص اللي من أكثر الأشخاص اللي احترمتهم الشغل معاهم، اشتغلت معاه في شركة الإلكترونيات المتقدمة. سالفة 10/10 هذه كانت أول وظيفة لي في قسم الموارد البشرية، وكنا أنا وياه متوظفين في نفس اليوم، أنا في قسم التدريب وهو كان في قسم التوظيف. كان من حظنا يعني على وقتها أنه أول يوم عمل لنا أنا وياه كان في تاريخ 10/10/2010. اوه فال حلوه نعتبره فال ان شاء الله، هذا هو. فهذا من هنا خسرنا احنا 10/10 10/10 صرتوا. يلا ان شاء الله دوم يا رب مع بعض. طيب عاصم، يلا يسعد مساك يا عاصم، انا غلطت اسمك. سارونا قال الشغله مره مهمه احنا يمكن قاعدين نتناقش فيها تحت الهواء في حزه الصلاه، بتقول الزمن هذا السيره الذاتيه ما لها اهميه في هذا الزمن، ان الخبره تتفوق على السيره الذاتيه. ايش رايك حضرتك؟ السيرة الذاتية مو على الخبرة طبعا، أكيد أنها هي الشيء اللي نبحث عنه، وهي يعتبر السيرة الذاتية كوسيلة أنها تبين الخبرة اللي عندنا. يعني هما شيئين مختلفين. يعني هي قالت السيرة الذاتية عفوا قالت اللغة الإنجليزية بعد. هو أول حاجة كشركة تبحث عنها، إذا كانت راح توظف شخص خريج لسه
اللغة الإنجليزية، خصوصا الشركات الأجنبية، خصوصا الشركات اللي لها تعاملات مع شركات أجنبية. وهذه أحد الأهم الأشياء اللي أنا بحثت عنها في الشركات اللي أنا اشتغلت فيها. يعني كانت اللغة الإنجليزية هي اللي تحدد المرحلة الثانية، هل راح ينتقل معنا المقابلات الدفعة الثانية من المقابلات أو لا. نعم، أهم شيء اللغة الإنجليزية. يعني لازم شبابنا يركزون على حكاية اللغة الإنجليزية. طب عبد الله القرني بيقول إذا كان عندي شهادة خبرة في عمل معين لكن ما لها دخل في تخصصي الدراسي، هل بتفيدني هذه الشهادة أو لا؟ يرفقها بالسيرة الذاتية بتشوف أستاذ حمد؟ سبق وتكلموا فيها. إذا يعتمد طبعا، أنا اللي فهمته من السؤال أنه راح يبحث عن عمل في نفس التخصص اللي تخرج فيه من الجامعة. في هالحالة هذه إذا كان بعيد تماما، لا ما لها ما لها، يقول ما لها دخل في تخصص الدراسة. إيه هو يتكلم عن إنه يبحث عن وظيفة في مجال نفس مجال دراسته. نعم. فإذا كانت الشهادة هذه بعيدة تمام البعد، يعني هو كويس إنك تحطها، تبين الشخص إنه يحب إنه يتعلم، تبين الشخص إنه يحب إنه يعني ما عنده مشكلة في تعلم أشياء جديدة، بالعكس يعني ممكن تكون إيجابية له. نعم، يعني ممكن لو حطه في أي مكان في الوظيفة، في أي بوزيشن أو في أي تخصص عادي، ممكن ما يعترض، مو من الناس المعترضة. أي إنه عنده القابلية على تعلم أشياء جديدة، لأن هذا هو قاعد 4 سنوات يدرس حاجة وأخذ له شيء بعيد عن تخصصه لأنه كان ملفت للانتباه بالنسبة له. بالضبط، حلو حلو أساسا للشباب، يعني الخبرة أنهم يعددون في خبراتهم. رح نبدأ نأخذ الاتصالات الهاتفية ونبدأ مع أخونا محمد. يسعد مساك يا محمد. ألو. يا هلا والله محمد. يا مساء الخير. مساء الأنوار محمد، من وين؟ محمد من الرياض، من عاصمتنا الحبيبة الرياض. يا هلا بك، تفضل. والله أنا شوفي يا ست أمينة، أنا ما يعني ما عندي كلام، وأنا بس دقيت عشان أقول لك شيء واحد. تفضل. الله يرحم والديك على البرنامج الحلو. يا رب يرحم والدينك والدين كل مستمعين إن شاء الله يا رب. وأهنيك وإن شاء الله من تألق من أكثر وأكثر إن شاء الله. إن شاء الله تألقي هذا رح يكون بوجودكم وبدعمكم وتحفيزكم لي اليوم، وهالكلمات الطيبة والدعوات الصادقة الحلوة اللي بتطلع من قلوبكم الطيبة. شكرا لك يا محمد، شكرا، يعطيك ألف عافية. يلا نأخذ ريان معانا. يا هلا والله يا ريان. مرحبتين. تمام الحمد لله. ريان من وين؟ تكلمتك الله يسامحك. من عرعر. يا هلا والله، اللي أمس بديتنا بالأغنية. عجيبة عجيبة. يا هلا بك يا ريان. تمام. الأستاذ اللي معك كيف حاله؟ إن شاء الله تمام. أستاذ حمد الحمد لله. يا هلا والله ريان، يعطيك العافية. كيف حالك يا أستاذ حمد؟ الله يحييك. يا هلا والله. الموضوع الحين أنتم تتكلموا عن السيرة الذاتية، أنا بالوقت الحالي أنا ما قاعد شايف إن السيرة الذاتية، أول تتقدم على ورق وما على ورق، الحين صار كله أونلاين، وكل الوظائف اللي تتقدم الآن يعني ما تتطلب سيرة ذاتية، يعني وظائف معينة وتتقدم على نفس الموقع أو شيء، فهمت علي؟ يعني أتوقع السيرة الذاتية الآن مش ذيك المتطلب في الوقت اللي إحنا عايشين فيه. السيرة الذاتية الورقية بتقصد يا ريان؟ أيوة الورقية، أو الحين كلها أونلاين، وغير أونلاين بعد كله تقديم يعني عن طريق مواقع وغير كذا، فهمت علي؟ عن طريق الشركة نفسها، فهمت علي؟ هي حاطة كل البيانات وأنت تدخلها، فهمت علي؟ سواء كان بنك أو سواء كان شركة أو مؤسسة أو غير ذلك، يعني ما أتوقع السيرة الذاتية يعني صارت لها أهمية أكثر. يعني هي كلها بيانات انت تدخلها هم حاطينها في المواقع، يعني صار الحين كله عن طريق الاونلاين يعني عادي. يعني انت مشكور لفت نظرنا على نقطه، بس بيصير في معارض صح استاذ حمد؟ بيصير في معارض مؤتمرات بتاخذ فيها ممكن. انا ما اعرف هذه النقطه دي، ممكن يصير معارض. ايوه بس انا اللي شايف بالنسبه لي، انا شايف ممكن 85% كل اللي قدمت عليها كله كذا، يعني فهمت علي؟ ما صار عن طريق ورقه او شيء. اخريانا وشي اخريانا وشي اشكرك صراحه على المداخله هذه. بالنسبه للسيره الذاتيه، يعني حتى في موقع الشركه نفسه، في مواقع الشركات، في اغلب مواقع الشركات اللي انا شفتها تلقى لهم حاطين خانه يقول اعمل كوبي، اعمل نسخه من السيره الذاتيه حقتك وسوي لها لصق في المكان المحدد هذا. فيعني مهما كان يعني اوكي صحيح انهم يطلبون حاجات معينه، هذه على اساس تساعدهم في عمليه البحث على اساس تسهل. انا قصدي مره قدمت الخانات كلها موجوده، يعني فاهم علي؟ انا فاهم عليك. هذه تسوي شيء يعني الخانات هذه يا عزيزي هي تساعد في عمليه، تساعدني انا كمسؤول توظيف في عمليه البحث، لكن في النهايه انا راح اقدم السيره الذاتيه هذه لمدير القسم اللي هو القسم صحيح. خارج الموارد البشريه، فيحتاج هو يشوف حاجه على اساس انه يقرا الكلام عليها. نعم. انا الان ادعوا لي. انا متوظف شركه الان، بس قدمت على بنك، انا قدمت على بنك، انا كنت سابق بنك بس صارت لي ظروف وفصلت منه، والان قدم على بنك ثاني
وقدمت يعني صار عندهم يعني قدام سويت سيرتي الذاتية وسووا تقديم ومع السيرة الذاتية يعني أرفقت على التقديم نفسه، فهمت علي؟ الله يوفقك. وحطيت الصورة مع يعني الصورة لابد ضروري، يعني تتكلموا قبل شوية عن الصورة، الصورة نص صحيح. نص الكلام اللي تكتبه عنك أنت نفسك، ليش نفس ما قلته قبل شوية أنت صحيح. لما تشوفه يعني سبحان الله تتقبله، فهمت علي؟ صحيح. في ناس من جد أكيد. يعني كأنت مدير موارد بشرية أو غير ذلك ريان ريان الله. يلا الله يرزق الجميع يا رب. اللهم راح اختم ريان، راح اختم يعني مكالمتك. يلا عطنا مقطع كذا صغير سريع زي امس. يلا يا ريان بسرعه. عجيبة والله اللي تبي. يلا على السريع. يلا اوكي. يا دنيا دوارة طبيعتي دوم. طيب دوارة حيل يا ريان، شكرا شكرا لك. يلا رح ناخذ حمدي صح؟ حمدي عمر، عفوا عمر. الو السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال؟ تمام مساكم الله بخير. ايوه مساك الله بالرضا والسرور. اشوف استاذ حمد يضحك تبسم في سابق ما اعرفه صح؟ حمد اخ عزيز وغالي، سبق ان عملنا سوى انا وياه في احد الشركات من قبل. وصراحه 10 على 10 انت اللي 10 على مو 10 على 10 اوكي. للأسف يعني أنا كان كنت أبغى ألحق على المقابلة من قبلك، كان اجتماع الحمد لله أنا قدرت ألحق وأكلمه. وصراحة أنا يعني كانت من أسعد أوقات حياتي العملية كانت مع الأستاذ حمد ما شاء الله. واللي أطلبه من حمد أن تقول لنا أطرف مقابلة مرت عليك. أطرف انترفيو. طيب حلو يلا. عمر أنت من وين أخوي الكريم؟ من الدمام. من الدمام، حياك الله وحيا لك المستمعين بالمنطقة الشرقية. شكرا لك. طب حناخذ أطرف موقف، بس عشان في معنا اتصالات خليني أخذ حمدي وما حاعتقد حتقول. يا هلا والله مساء الأنوار، حياك الله يا حمدي. الله يسعدك، يسعد مساءك أستاذ حمد. أهلا وسهلا حمدي. الله يسعدك. كان عندي بس تعليق بسيط على النقطة اللي قبل شوية يوم قلت إن إيش تخصصي وأشتغل عمل ثاني وأخذ خبرة فيه. فيكون في نظرة الشركة تكون إني إنسان أحب التعلم، يعني بتعلم وكذا وأشتغل في كذا مجال. طيب. أوكي. أنا عندي خبرة في كذا تخصص، يعني برا تخصصي كنت 4 سنوات، كل ما رحت تخصصي يقولوا حين لا أنت خبرتك برا التخصص ما تفيدنا. طيب إذا الشركة نفسها ما توظفني عشان أخذ خبرة إيش أسوي؟ هذه في خبرتك عزيزي حمدي. خبرتي اشتغلت في وظيفة ثانية. في مكان ثاني. أنت بعد التخرج، أنت اشتغلت في أماكن ثانية. إحنا اللي كنا نتكلم عنها شهادات مختلفة في مجالات مختلفة. بالنسبة للعمل، إذا اشتغل الواحد في تخصص وجلس فيه مثلاً 4 سنوات 5 سنوات، خروجه من التخصص ورجعته للتخصص الثاني تكون صعبة شوي. رجعته للتخصص الأساسي اللي هو كان دارسه تكون صعبة شوي. أول شيء الشركات هم ينظرون إنه ما يقدرون يعطونه راتب على أساس إنهم يجيبونه. ففي شركات كثيرة تنظر لها للشيء هذا. طيب رح ناخذ علي، خلينا ناخذ علي على السريع ما حننطره قدامنا أقل من دقيقة. علي ألو يا علي. علي ماكو علي. احنا رح نطلع فاصل سريع لكن رح نرجع حمد. أستاذ حمد رح نرجع معاك إن شاء الله مع مستمعين الكرام، ورح نرجع ناخذ الموقف اللي ذكره أخونا عمر. مستمعين الكرام رح نطلع فاصل، لكن اللي حابين يشاركوا معنا عندكم أي سؤال أو استفسار حابين تطرحون على ضيفنا شاركوني على أرقامنا التالية. STC رح تكونون على 84770، موبايلي 640660 وزين 746262. بالنسبة لخط هاتفنا المباشر والمجاني على 012-61-61-100. أيضا لا تنسوا أنكم تتشاركوا معنا عبر صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @ألفألفأم @HamadJ87 وأيضا @AminaElAbdallah. خليكم على أثير موجتنا وموجتكم السعودية ألفألفأم. فاصل ونواصل. طاقات بلا حدود، نحن نستثمرك مع أمينة العبد الله. أستاذ حمد قبل ما أذكرهم بأرقامنا، قبل ما نرجع ناخذ الاتصالات الهاتفية وناخذ أيضا مشاركين أصدقائنا بتويتر، عطنا أسرع شنو السالفة اللي كان بيقولها أخونا عمر؟ قال أغرب مقابلة شخصية مرت عليك. والله أول شيء حي الأخ عمر، كان صديق عزيز وما زال إن شاء الله صديق عزيز وغالي، واشتغلت معاه يعني فترة من الزمن. اشتغلنا كنا في نفس المجال في التوظيف في شركة الشرقية،
من الأغرب بالنسبة للمقابلات الشخصية، وهو عارف الشيء هذا، وأتوقع يعني أي واحد من قسم التوظيف مر عليه بشكل لا يحصى من الأشخاص اللي تفاجأ أنه في أشخاص يدخلون عليه زي كذا يعني. من الأخطاء اللي من الأشياء اللي شفتها يعني أنه داخل علي مثلا شخص بفروة الشتاء كان جاينا في الشتاء للأمانة، لكن دخل للشركة، جاء للشركة وجلس عندنا في الانتظار بفروته. يوم جاي يدخل على المقابلة الشخصية شال الفروة ودخل علينا. إذا دخل علينا الشخص في أشياء كثيرة يعني، في الأشخاص يكونون عادة في توتر كبير، يعني في توتر، طبعا درجات التوتر مختلفة من شخص لشخص، لكن يبين إذا كان أول مقابلة شخصية له. طبعا إحنا مسؤوليتنا كقسم في قسم التوظيف كموارد بشرية إن نخفف على الشخص هذا، لكن يجونا أشخاص يعني فعلا متوترين، إنه يرجف من قوة التوتر، إنه ما عاد يقدر يتكلم. في سبق وجونا أشخاص إنه ساكت، احاول اتكلم معاه ما يقدر يرد علي. طب الشباب والبنات اكيد اي واحد لانه مقدم على وظيفه وعارف ان هذا مستقبله، لكن استاذ حمد لما يجيكم واحد زي كذا، خلينا من هذا اللي لابس فروه، انا عارفه شايفه السي في حق هذا شخص ممتاز قدامي، لكنه زي ما قلت مره متوتر لدرجه انه يعني بيلخبط في الكلام او مو بقادر يتكلم، تعطونا تشانس ثاني، فرصه ثانيه المفروض؟ طبعا احنا كحكم شغلنا حكم عملنا احنا عارفين ان الشخص هذا متوتر، احنا عارفين شيء من شكله مبين انه متوتر، فاذا كانت السيره الذاتيه كويسه يعني ليش ما نعطيه فرصه ثانيه. انا سبق وجاني شخص مثلا في اختبار اللغه الانجليزيه الاولي ما جاب النتيجه اللي تعديه، لكن كان تخصص اللغه الانجليزيه، فعطيته فرصه ثانيه على اساس يدخل المقابله بغض النظر عن نتيجه الاختبار نفسها، عديناها على أساس أنه كان تخصصه كذا، وعلى أساس يحضر المقابلة، ممكن توتر، ممكن أنه ما كمل على الوقت، يعني في أشياء كثيرة، وهذه تكون تعتمد من شخص إلى شخص، تعتمد على حسب التعامل ما بين الشخص والمسؤول الموارد البشرية. يمكن أنا بشوف حتى حسب الوظيفة المقدم على، لا يمكن في وظائف تحتاج أن يكون فيها الشخص جدا قوي الشخصية، يعني طبعًا التوتر هذا المفروض ما إنه ما يعاني منه. طب خلينا نذكر على السريع مستمعين الكرام اللي حابين يتواصلوا معنا بالوقت المتبقي من طاقات بلا حدود، اللي حابين يحطون أي سؤال أو استفسار عبر الاس ام اس مشتركي الاس تي سي على 84770 موبايلي على 640660 وزين 7462622، خط هاتفنا المباشر المجاني على 012-61-61-100، صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @@ألف ألف أم وآت أمينة العبدالله وآت أيضا ضيفنا اليوم حمد الجبرين حمد J87. نواعم شكرا لك يا حبيبتي، لبى قلبك يا بعد قلبي، شكرا لك يا نواعم. أمون الصقري ثاني مرة تكتبي لي ماني فاهمة. أمون موضوع حلقتنا اليوم بنتكلم عن الأخطاء الشائعة في السير الذاتية، يعني إذا أنت استلف الثانوي أنا ماني عارفة أو في الجامعة أكيد يوم الأيام حتجين تكتبين سيرتك الذاتية، شين الشغلات اللي المفروض أنك أنت تتجنبينها لما تجين تكتبين السيرة الذاتية يا أمون يا السمية؟ يعني مرة واضح قهوة فلة يا هلا والله يا قهوة دكتورة أمل. أيضا بصراحة أوفر شكرا ليك وشكرا على الكلام اللي حضرتك كاتب، يقول امتعثونا رغم كل الضغوط العمل والتعب في هالأجواء الجافة والحارة. محمد ولا هذا مو معانا مستر، يلا شكرا لي. خلينا نرجع للاتصالات الهاتفية. محمد ألو يا محمد. ألو مساء الخير. مساء الأنوار حياك الله يا محمد. الله حييك يا بحارك يا أختمينة. هلا تفضل يا محمد. أمسي على ضيفك كريم. أبغى استفسر، عندي استفسارين. الاستفسار الأول، هل صياغة السي في له دور بالقبول يعني يأخذ نسبة يعني؟ هذا ثاني. الثاني، أحيانا عندي خبرات لكنها ما فيها شهادات يعني مثلا أنا عندي خبرة مثلا في تشييد البناء يعني مثلا في الإشراف على البناء البنايات يعني لا فوق بعض المهندسين يعني، بس ما أقدر أخذ عليها شهادة. فهمت. لو أذكرها في السي في يقول لك عطري شهادة يعني. حلو. طيب شكرا محمد، شكرا لك، الله يعطيك ألف عافية. يعني هذه اللي بتحط في القدرات، هذه يحطها في خانة القدرات أو وشيخ محمد شكرا على الأسئلة. بالنسبة أول شيء للسؤال الأول، صياغة السيرة الذاتية هي أكثر ما فيها أنه حنا نشدد عليها أو دائما نذكرها، لأنها تسهل عملية فرز لنا حنا كمسؤولين توظيف، وتسهل فرصة وتسرع فرصة أنه أني أنا أطلع على السيرة الذاتية تبعك وأحطها في المكان المناسب. بالنسبة للخبرة بدون شهادة، شهادات اللي هو مثلا إذا كانت خبرة عملية
فهذه تنحط تحت الـ تحت الـ الـ الوظيفة اللي أنت اشتغلتها، تذكر أنك اشتغلت في المجال هذا أو أن في الآلة الفلانية هذه، لأنه حلو. على حسب مثلا في المصانع على الآلة الفلانية والآلة الفلانية، إذا كان مثلا في الكونستراكشن زي ما أنت موجود عليه خبرة في الشيء الفلاني، تحطه تحت الخبرة نفسها لأنه مو شهادة، لأنها هي خبرة عملية عندك، حلو. فتحطه تحت نفس الوظيفة اللي أنت اشتغلتها فيها. حلو. أيضا شكرا، يعني ما شاء الله كثير شباب قاعدين يرتوتون لحلقة اليوم. الكوكر أعتقد اسمك عمر حافظ، شكرا لك. السيد العبادي وراجح الحربي، محمد الجهني ولجين الحداد، قلت راشد رضوان، شكرا لكم كل اللي قاعدين يعني من جد من قلبي اللي يرتوتون لحلقة اليوم. أمون الصقري، أبشر حبيبتي من عيوني الثنتين، مجرد ما تبين تعدين السيرة الذاتية بس أنت ذكريني فيكي إن شاء الله. الثانوي خلاص على الجامعة، يعني على أبواب الجامعة دزك على يعني ناس تصيغ لك السيرة الذاتية. يلا ناخذ عبد الرحمن، خلينا نرجع لاتصالاتنا، الوقت بدأ داهم. من عبد الرحمن، يسعد مساك. يسعد مساك أختي، الله يعطيك العافية. يسعد مساء الأستاذ حمد، حياك تفضل. الله يعطيكم، طبعا برنامج جميل جدا مفيد لنا صراحة، وأنا حاب أني أستفيد من خبرة الأستاذ حمد وأسأله من ناحية اللي هو إذا كان شخص يتنقل كثير من وظيفة لوظيفة ويعني يمكن هذا الشيء كان ملاحظ في السي في، هل ينعكس إيجابيا ولا سلبيا على الموضوع؟ حلو، سؤال جدا جيد، شكرا ليك يا عبد الرحمن. الله يعطيكم. كثرة التنقلات من شركة لشركة بتضر في السي في إذا حطيتها؟ يعتمد على حسب الوجهة اللي الشخص يبغى ياخذها. في ناس طبعا بشكل عام وأفضل جواب للشيء هذا يعني جواب سريع، طبيعي إنها راح تضر الشركة، راح تنظر للشخص هذا أنه غير ثابت في المؤسسة، ليش أحط في تدريب، ليش أدربه وهو راح ينتقل من عندي. لكن في ناس توجههم غير عملي، يعني توجههم مثلا تدريب في أشياء زي كذا، ممكن يبغى يأخذ خبرات متنوعة قبل ما أنه يتحول على التدريب، فتعتمد على حسب توجه الشخص. لكن بشكل عام الأفضل أنه يستمر المعدل. يكتبها أستاذ حمد ولا ما يكتبها؟ مثلا يكتب الشركات المهمة وما يحط في السيرة الشركات اللي مش مهمة مثلا، عشان لا يأخذ صورة عكسية. خلينا نقول بالنسبة للشيء هذا راح يبين عندي أنه فيه مثلا 6 شهور أو سنة أنه ما كان يشتغل، يعني إذا ما كان يشتغل هذه برضو سلبية، يعني ما تكون من صالح الشخص. حلو. لكن في الأخير يعتمد على توجه الشخص، لكن الأفضل كعمر شخص يجلس في الشركة من 3 سنوات إلى 5 سنوات، هذا أفضل شيء. أفضل شيء، بس خلاص يعني يكتبها يحطها. يلا ناخذ آخر مشاركة معنا اليوم، أبو صالح، يسعد مساكي أبو صالح. ماكو أبو صالح؟ طيب ناخذ مشاركة هاتفية عم بعد، يلا قبل ما نختم. ألو، ماكو العقبة، يلا نقول ألو. يسعد مساكم، آخر مكالمة حتكون مع منو؟ ألو، ماكو أحد. طيب يلا، طيب اتحاد كينج 87 أيضا شكرا لك أخوي. الوقت خلاص بدأ يداهمنا أستاذ حمد، عطنا نصائح السريعة بتقدمها للشباب والبنات اللي راح يبدون يصيغون سيارة ذاتية أو سووا سيارة ذاتية، لكن نخليهم يديرون بالهم أكثر. أهم شيء، أهم نقطة لازم أنها تكون في بالهم، عدم المبالغة الزائد. شلون يعني مبالغ؟ يعني بطريقة لابقة، هذه أنه لا تكذب على في السيارة الذاتية، لأنه مهما كان راح يبين الشيء هذا. إذا كنت تتكلم عندك خبرة في الآلة الفلانية، صحيح أنا ما راح أكون عندي خبرة إني أنا أسألك فيها، لكن راح يكون جنبي واحد من القسم نفسه عارف الآلة هذه وعارف كيف يسأل، عارف مداخلها ومخارجها وراح يسألك عنها. يعني لا تكتب حاجة إلا أنت مستعد إنك تجاوب عنها. زي اللغة الإنجليزية لما بالضبط يعني سبق أشخاص جو وكان يعني متعب جدا إنك تتعامل مع الأشخاص هذا، لأنه فعلا على السيرة الذاتية هو الشخص اللي أنت بتوظفه. لكن يجي الشخص ويكتشف انه شخص مختلف تماما. طيب. هذا اهم نقطه انا احب انوهها. نعم دكتور احمد، شكرا لك، يقول هل لازم اكتب ناس معرفين عني عن يعني كتزكيه؟ ما هو لازم، لكن مثلا اذا كنت في خبره معينه يعني عندك خبره كويس انك تحط الشيء هذا، ممكن اي ممكن اذا تحطها كمعرفين او ريفرنس. نعم. بالعكس يعني إذا وخصوصا إذا كانوا الأشخاص لهم اسمهم في مجال العمل اللي أنت تشتغل عليه. حلو. تحية للأخ والصديق حمد الجبرين، كانت لنا ذكريات جميلة في شركة الإلكترونيات المتقدمة تركي القرزعي، شكرا لك أخونا تركي. إحنا الوقت داهم لنا جدا، شكرا تواجدك معنا اليوم أستاذ حمد، شكرا على كل النصائح اللي أفدتنا فيها بحلقتنا اليوم منطقات بلا حدود، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا. مستمعينا الكرام، كان معنا اليوم الأستاذ حمد سليمان الجبرين، نائب مدير الموارد البشرية بشركة نيلسون،
بالمنطقة الشرقية. أكيد الشكر لكل تواصل معي في حلقتنا اليوم واللي أثروا هذه الحلقة سواء. تفضل سيد حمد. الشركة بس مو بس في المنطقة الشرقية، هي بشكل عام المقر في الرياض وفي كل مكان. في كل مكان، يعطيكم ألف عافية. وأيضا أكيد الشكر لكل تواصل معي في حلقة اليوم سواء عبر الاسمسز أو عبر مشاركاتكم عبر صفحتنا بتويتر، وأيضا عبر مشاركاتكم الهاتفية اللي دائما ودوما بتثري طاقات بلا حدود. أيضا الشكر أكيد موصول لزميلتي الدائمة معي فدوى بوكس من خلف الهندسة الصوتية والإخراج. كنت معكم من خلف المايك والإعداد أمين العبدالله. نطروني بكرة بنفس الحزة من الساعة 12 للساعة 1 ظهرا بطاقات بلا حدود. فمان الله.